زمان من وقت ما كانت القلوب لسا مجروحة كنا بنقول ده بس حلم يمكن في يوم يبقى حقيقة وجه اليوم يوم الأمل اللي ابتدى بعد السفر سفر العمر اللي انكتب وعلى الماضي انتصر وقلنا ده يوم السلام وإن فاتت الأيام اللي شاف كانت بتقول ده مش معقول إنه في يوم هيقابلوا بعض وإن الميعاد ده مش هيدوم وفات الوقت وجت حروب شافت ألوف من الضحايا والأمل كان لسا موجود في قلب كل واحد فينا وبكرة فجر يوم جديد هيخلي الأمل ده يزيد علشان بعد السفر سفر العمر اللي انكتب وعلى الماضي انتصر وقلنا ده يوم السلام وإن فاتت الأيام اللي شافت Inshallah, Inshallah.